مرحبا. لولا دم الشهداء لما كنا نحلم بمساحات الحرية هذه، لولا تضحياتهم وصبر أهاليهم وذويهم ما كنا ولن نكون. السكوت عن الحق والتضليل وزمن المكاسب ومطامير الأموال قد ول بفضلهم. كنا نحلم بسودان يحترم أدياننا وتعددنا ثقافاتنا عادات بعضنا البعض، ونحن الآن في السلمة الأولى بفضلهم. عندما صرخوا ديل بيكتل فينا، زأر السودان وانتفض، أغلقت الأبواب وتنكست الأعلام، أعلن الحداد. السعادة بارحتنا مذ لحظتها والحزن يمشي على ساقين، فلن تنطفئ نار نضالهم وموروثاتهم الإنسانية. الرحمة والخلود لشهداء مجزرة القيادة العامة، فما زال السودان يصرخ حقنا كامل ما بن جامل. فاصل قصير لنستمع أغنية جرح القيادة، ومن ثم نواصل معكم مساحة فضل الاعتصام عام مضى. ابقوا معنا. صولي صلي في روحي قدرة، صولي ناوي للإرادة، صولي شيل من بالي صوت يمحى من روحي القيادة. صولي صلي في روحي قدرة، صولي ناوي للإرادة، صولي شيل باكر. ورد في عمر ابتسام، مدت ايدينا العساكر، نتفت ريش امنياته وقطعت قلب امهاته. والعساكر دينا فاكر انه في موتك حياته، ماتوا باقي كتاف في حلقه وغصه بتجرح لهاته، مات وباقي سؤال في قلبه حارسه كيفين كاتلوا ذاته. يا اخي واحد ورا
من روح القيادة. مرحبا بكم من جديد. قالت هيومن رايتس واتش في تقرير أصدرته في وقت سابق إن الهجمات القاتلة على المتظاهرين في السودان في يونيو حزيران كانت مبرمجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. على السلطات السودانية الالتزام بمحاسبة حقيقية عن أعمال العنف غير القانونية المرتكبة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر كانون الأول الماضي والتي قتل فيها المئات. يوثق تقرير كانوا يصرخون اقتلوهم. حملة السودان العنيفة على المتظاهرين في الخرطوم الصادر في 59 صفحة. هجمات قوات الأمن السودانية على المتظاهرين المعتصمين في مخيم في الخرطوم يوم 3 يونيو حزيران 2019 وفي الأيام التالية في أحياء متفرقة أخرى من العاصمة الخرطوم وفي بحر وأم درمان المجاورتين. وثقت هيومن رايتس واتش أيضا هجمات على المتظاهرين أدت إلى حملة من الهجوم ولحاق المتظاهرين في 30 يونيو حزيران في أم درمان. قالت جيهان هينري المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس واتش على الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة إظهار أنها جادة في محاسبة المسؤولين عن الهجمات المميتة على المتظاهرين بعد عقود من القمع العنيف والفظائع المرتكبة ضد المدنيين. عليها أن تبدأ بإحقاق العدالة في الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وضمان أن تكون جميع التحقيقات مستقلة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية. قابلت هيومن رايتس واتش أكثر من 60 شخصا بمن فيهم ضحايا مجموعة من الجرائم ومن ضمنها العنف الجسدي وشهود على الانتهاكات. أجرت هيومن رايتس واتش أبحاثا في السودان وعن بعد عبر الهاتف بين 29 يونيو حزيران والحادي عشر من أغسطس آب، كما حللت صورا ومقاطع فيديو ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. اغتصبت القوات وطعنت وضربت المتظاهرين وأذلت الكثيرين وقصت شعرهم وأجبرتهم على الزحف في مياه الصرف الصحي وتبولت عليهم وأهانتهم، كما أحرقت القوات ونهبت الخيام وغيرها من الممتلكات في المنطقة. تقدر مصادر موثوقة لهيومن رايتس واتش أن 120 شخصا على الأقل قتلوا يوم 3 يونيو حزيران والأيام التالية، أصيب المئات وفقد العشرات. وأيضا قال شهود عيان إنهم رأوا قوات الأمن وهي تلقي جثثا في النيل، وانتشلت أكثر من جثة على الأقل من النهر كانتا مربوطتين بالطوب. هذه هي جثتان كما شاهدتم في الصور، وتحملان إصابات بأعيرة نارية في الرأس والجذع. عبر الهاتف معنا أستاذ عباس عبد الباري المحامي والناشط السياسي. مرحبا أستاذ عباس، نهارك سعيد. يا مرحبا، نهاركم سعيد في ذكرى يوم أسود على الشعب السوداني. الله يعطيك العافية. نترحم على شهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلام. أستاذ عباس، قانونيا شهداء الحرية والسلام والعدالة من 1989 إلى آخر شهيد ارتقى في الثورة المجيدة.
نتمنى ذلك بإذن الله تعالى. أستاذ عباس، يعني قانونيا تعتقد أن التأخير في نتائج فضل الاعتصام وما إلى ذلك، بالرغم من أن هناك الكثير من الأشخاص يعتقد بأن الصور والفيديوهات وكذلك الشهود، هذه الأشياء كلها هي تستطيع أن تصل لوسط واحد، يعني أتعتقد أن هذا التأخير نتيجة للتضارب في الشهادات مثلا؟ والله ما أعتقد أنها هي لتضارب في الشهادات، ولا أعتقد أنها هي لعدم توفر بيانات. البيانات متوفرة بالضرورة وموجودة وقدمت للجنة. أعتقد أنه في عمل فني داخل اللجنة هو اللي بيحول يعني أنها هي تكون تشتغل بصورة سريعة ومستعجلة. يا أستاذ عباس، يعني كثرة الحديث عن هذا الموضوع، البعض يعتقد أنه سيذهب مهب الرياح. طيب اعتقادك ما هي أبرز ملامح التطمينات للناس؟ والله أنا بفتكر أنه في مشكلة كبيرة جدا، اللي هي المشكلة بتاع عدم الشفافية والتواصل. يعني حتى لو اللجنة هي بتمر بتعقيدات فنية، بتمر بمشاكل داخلية، لابد من أنها هي تنعكس للشعب بصورة واضحة وصريحة بحيث أنه يعرف الموقف شنو. طبيعة التحري والتحقيق بالضرورة هي بتتطلب أنه يكون في شيء من السرية في التعامل مع البيانات، لكن لابد من أنه كمان يكون في شفافية في أنه الموقف القانوني يوصل وين. يعني هل البيانات جمعت بيانات كافية؟ هل هي بيانات متماسكة؟ الحاصل فيها شنو؟ الموقف فيها الآن وين؟ الإجراء الجاي الحاصل فيه شنو؟ التقرير ماذا يعيقه ماذا يؤخره؟ دي كل حاجات لابد من أنها هي تساؤلات لابد من أنها هي تتجاوب. ما هي أبرز الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في هذا الشأن؟ يعني سير خطوات التحقيق، يعني هل يمكنك أن تسرد لنا أبرز هذه الإجراءات؟ والله أنا بتكلم بصورة عامة، إنه نحن لما بنتكلم عن تحقيق العدالة في يوم زي ده، ما بنتكلم عن تحقيق العدالة بس للشهداء فضل الاعتصام ولا للمغتصبين ولا ارتكبت جرائم في حقهم في فضل الاعتصام. نحن بنقول إنه هو فضل الاعتصام كان هو المصدر الأكبر، لكن بالضرورة الثورة مما بدت في ديسمبر ولا حد ارتقى اخر شهيد، في كثير جدا من الانتهاكات الملحه المحتاجه لاجابات ضروريه ولاجراءات مستعجله جدا. كنت تعتقد ان كثره اللجان، يعني تتفق مع هذه الفرضيه التي ينادي بها الكثير، كثره اللجان هي ما قللت من 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 خطى التحقيقات، تتفق مع هذه الفرضيه ام تختلف؟ والله يختلف مع الفرضية. هي كسرت اللجان التخصصية والنيابات الخاصة شكلت عن طريق النائب العام ولجنة التحقيق فضل الاعتصام، هي كلها ما جعلت إلا للاستعجال ولتحريك وتيرة العمل والتحري والتحقيق وتقديمه بأسرع ما يمكن. يعني أين تكمن العقبات باعتقادك؟ يعني تكمن العقبات حاليا في مسائل فنية خاصة باللجان دي، لكن كلها يعني في الغالب انا ما شايف انه هو في حاجه جاده انها هي تحول. ونحن الليله بمر سنه كامله عليه فضل الاعتصام، نعم، انه في شيء يعيق انه يكون في محاكمات ويكون في اجراءات واضحه وصريحه تقدم للشعب السوداني للاجابه كثير من تساؤلاته يعني ولتحقيق رغبته. يعني شعار الثوره العظيمه كان هو حريه والسلام والعداله. ما حاليا إذا... نعم استاذ عباس، يعني اعذرني، ما إذا تدخلت جهات عدلية دولية، هل يمكن أن تتسرع الخطى هذه؟ والله هي المسألة بتاعت اختصاص. هل في جهات دولية بينعقد لها الاختصاص في إنها هي تمارس عمل قانوني، ولا هو مجرد ضغط؟ لو هو مجرد ضغط طبعا من حقها، يعني حق الرغابة بينعقد لكثير منظمة العدل الدولية، منظمات حقوق الإنسان، بحق لا إنها هي تضغط على المؤسسات الحكومية في أنها هي تستعجل تقدم القضايا دي يعني للعدالة. طيب أستاذ عباس، ذكرت قبل قليل أن هناك مسائل يمكن أن تكون هي فنية أكثر، هي ما تعيق الوصول إلى نتائج في هذه التحقيقات، هل يمكنك أن تذكر لنا بعضها إذا سمحت؟ والله هي المسألة بتاع جمع البينات وفحص البينات ووزن البينات، هي دي كلها مسائل فنية يعني لابد انه يتعاملوا معها بدقه شديده وبحذر وبتركيز.
ما إذا طالت الفترة باعتقادك، ما الذي يمكن أن تفعله أسر الشهداء قانونيا؟ أسر الشهداء من حقها حتى في وجود اللجنة من حقها إنها هي تباشر إجراءات القانونية الخاصة بقضاياها الخاصة عن طريق النيابة وتقديم طوالي عن طريق النيابة والشرطة وتصدها إلى القضاء وتجاوز اللجنة. أستاذ عباس عبد الباري المحامي والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. الله يخليك. مشاهدينا، المساحة القادمة هي من كتابة وقراءة الزميل سالم الهاشمي تقرير، دعونا نشاهده من ثم نواصل معكم عام على فضل الاعتصام، ابقوا معنا. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيدا دونها بيد. أبيات حمل العيد إلى كتابتها المتنبي إذ تسلل الشوق إليه، ونلقيها نحن إذ نشهد الشوق إلى سعادة فارقتنا يخطو مع الأيام نحونا بقرب ذكرى العيد التعيس، ذكرى فض اعتصام القيادة العامة. ففينا بيوت 100 بحسب إحصائيات مبادرة مفقود الأولية، والتي حظينا بحديث مع مؤسسها الأستاذ يحيى حسين، ذاقت قلوب أهلها الويل من مر فقدان بنيها. ففض الاعتصام وبعض ما سبقه وكثير مما تلاه لم يحمل إلى البيوت بشريات الشهادة فقط، بل قلب الأهالي طوال ليال كثيرة وألزمهم دروب السهاد والعنت. 70 أكد على فقدانهم فريق التقصي بالمبادرة عن طريق البلاغات المدونة المفتوحة من قبل ذويهم ذات المبادرة، التي قنن عملها واعتمد بياناتها نائب السودان العام مولانا تاج السير الحبر، إذ جعلها ركنا أساسيا من لجنة التحقيق حول المفقودين المعاد تشكيلها من قبله في 11 من سبتمبر من العام 2019. اللجنة تضم ممثلا من تجمع أسر المفقودين ومحامي مبادرة مفقود وعضو منها، كما تضم مختصين أمنيين وقانونيين وطبيبين. ومن المنوط باللجنة إعطاء تقرير مفصل في أجل لم تسمه النيابة العامة عن مخرجات تحقيقها. من 70 30 بفضل الله وجهود الثوار قرت برؤياهم عيون أهليهم. وجدوا مصابين متفرقين في مستشفيات عدة في الأيام 10 الأولى بعد 3 يونيو الحزين، وآخرون لم تعرف أجسادهم الطاهرة إلا بعلامات خاصة تقصاها فريق الميدان طوال أسابيع على الجثامين المتغيرة الهيئات المتفرقة في المشارح. شهداء حملوا إلى أهلهم وخرجت في تشييعهم المواكب. آخر إحصاءات مبادرة مفقود تخبر عن 60 وجدوا سدسهم تقريبا في العلياء من الشهداء، ولا تزال قائمة مفقود تحوي 20 أسرة لا تزال تتقلب في الشك بين الحزن والأمل، ترجو الله العفو والعافية لبنيها أينما كانوا. في انتظار نتائج التحقيق واستمرار البحث عمن هم على قائمة مفقود، تبدو الحقيقة المرة أن كل ما يمكن فعله لا يرقى ليكون الواجب فعله. فإلى القيادة العامة حضن الثورة الدافئ، التجأ كثير ممن لم تحمل أسماءهم سجلات الدولة، ولم يسارع إلى تدوين بلاغات فقدانهم أحد، فهم لا أهل لهم قبل القيادة ولا مأوى. من لم يذوق العدالة ولا الحرية إلا بتساويهم وإخوتهم هناك في دولة القيادة. أما السلام الذي قاطعه الرصاص فلم تذقه قلوبهم ولا قلوب إخوتهم في الكفاح حين فقدوا، حولهم الصمت دون سبيل إليهم يقود. مرحبا مشاهدينا، وشكرا جزيلا للزميل سالم الهاشمي على كتابة هذا التقرير وقراءته كذلك. معنا عبر الهاتف أستاذ يوسف الجلال المحلل السياسي والصحفي. مرحبا أستاذ يوسف. مرحبا مصطفى، الله يديك العافية أستاذ يوسف.
كيف تقرأ خطوة انتهاء مهلة لجنة نبيل أديب الأولى الذي إذا كنت تذكر وعد بتسليم الجناة بعد 3 أشهر فقط؟ والمشكلة ليست كامنة فقط في لجنة أديب، أين المشكلة؟ وإنما في الأداء العام للحكومة الانتقالية. أديب هو عرض لمرض كبير يتمثل في أن الثورة السودانية سلمت لغير الذين صنعوها، للأسف الطاقم الوزاري، لأنه بعيد عن الثورة، بعيد عن نبض المواكب، لم يكن جزءا من عمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون. كان ذلك كله نتاج لوجود تراخ على مستوى القيادة العليا للحكومة الانتقالية. كان أيضا يتمظهر في الأداء البطيء، ليس في ملف صد الاحتصام فقط، وإنما في كل الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية وحتى ملف السلام والصلح. بالتالي الذي يتمظهر في لجنة أديب وتلكوها وبطئها وترددها في التصويب على الهدف مباشرة يعود بصورة بأخرى للأداء العام المختز للحكومة. لجنة أديب كمن يحاول أن يمارس الهروب إلى الأمام، عملية استجداء الوقت والمطالبة بالتمديد قطعا لن تفيد. سيأتي يوم علينا وعلى رئيسها نبيل أديب ليقول الحقيقة، إن لم تكن وفق ما يتمناه الشارع فوفق ما يتمناه هو أو الذين عينوه، وبالتالي هذا يضعنا أمام مصادمة جديدة ومواجهة بين الشارع وربما الحكومة الانتقالية نفسها. أعتقد أن لجنة أديب تمارس في الهروب إلى الأمام، وهذا هذه المحارب وشيكة النهاية، سيأتي عليها زمن، هناك عد تنازل لابد أن نصل إلى خواتيمه لنصل إلى مواجهة. لكنه إذا كنت تتابع أيضا أستاذ، يعني تحدث اليوم ووعد مجددا بتسليم الجناة، هو وضع إطارا كليا وشكلانيا سيقود في خاتمة المطاف لتبرئة القيادات العليا ربما للجهات المتهمة بفض الاعتصام. هو يتحدث عن أنه لا يستطيع أن يوجه اتهاما مباشرا إلى منظومة اسمها الدعم السريع أو الجيش السوداني، يتحدث عن أن الاتهام يجب أن يصوب على أفراد ينتمون إلى هذه المنظومات، وبالتالي أعتقد أنه الآن يرسم في إطار لتهدئة الشارع أو ربما تخديره لتقبل النتائج التي قد أو من المؤكد أنها ستكون مخزية أو غير ملبية لطموحات الشارع، الذي يرفع الآن في مظاهرات اليوم شعارات تنادي بالقصاص، ليس من الفاعلين على أرض الميدان وإنما من المخططين والمنفذين والرعاة والقادة المفترضين. أعتقد أن رسالة الشارع اليوم قد وصلت في كل السودان. أستاذ يوسف، يعني في نقطة مهمة جدا ذكرتها في صدر حديثك، يعني ما الذي سيحدث إذا ثبت تورط ضباط كبار في مجزرة اعتصام القيادة العامة؟ إلى أي مدى سيتحول المشهد باعتقادك؟ وأنت مصطفى وأنا وغيرنا نستطيع أن نؤكد أن هناك ضباط كبار وقيادات رفيعة، هم الذين خططوا، هم الذين مولوا، هم الذين أعطوا الإشارة باجتياح المدنيين العزل في 3 يونيو الماضي، هذا مؤكد ولا يحتاج إلى تبيان ولا إلى أدلة. لكن الذي تتعامى عنه عين الحكومة الانتقالية ومجلس الوزراء ولجنة نبيل أديب هو أن الذي جرى لم يكن فعلا ناتج عن تقديرات ميدانية أو ناتج عن جنود كلفوا بمهمة وتحول إلى مهمة أخرى، وإنما هو عملية مرسومة بذكاء، مخططة بعناية، مدبرة ومحكمة بليل. هذا يؤكد أن هناك قادة مفترضين يجب الوصول إليهم، إذا فشلت لجنة أديب في الوصول إليهم ومحاكمتهم فأعتقد أن الشارع قادر أن يصل إليهم، أو أنه وصل إليهم فعلا وصوب على كثير منهم وقال أنهم يقفون وراء هذه المجزرة. هناك ما يمنع نبيل أديب من الاستعانة بتقارير أخرى قد تكون حقوقية أو دولية من منظمات تعمل في المجال الإنساني؟ هو آخر تصريحاته ذكر فيها أنه
تلقى تقريرا من هيئة محامي دارفور، وهي هيئة محترمة جدا تعمل بضوابط مهنية رصينة جدا، قال إنه تسلم تقريرا منها للاستزادة به في عمله، لكنه قال أنه ليس ملزما بالتقيد بهذه المعلومات والحقائق والقرائن الحالية والقانونية التي وردت فيها. هذا يعني أن الرجل يريد أن يمارس النظر بالعين التي يصر عليها، ويريد أيضا أن يضرب عرض الحائط ببعض الذين تطوعوا واجتهدوا بكتابة تقارير ميدانية وعملية موثقة بالفيديو وغيرها. هو يتحدث عن أن حتى الفيديوهات ربما تكون مفبركة، الرجل يتحدث كما لو أنه يريد أن يهيئ الشارع إلى أن لجنته لن تقول الحقيقة الدامغة التي يتمناها الشارع. خروج المتظاهرين في مناطق متفرقة اليوم في السودان امتثالا لرغبة التجمع المهنيين، على ماذا يدل؟ هل هناك دلالات أخرى لهذا الخروج؟ ودعنا أولا نصوب نقدا ومباشرا إلى تجمع المهنيين الذي يبدو أنه طرح برنامجا تصعيديا لم يشاور فيه كل القطاعات المهنية المنطوية تحت لوائه. لجنة الأطباء المركزية قالت قبل قليل أنها لا تعلم بالبرنامج الذي وضعه تجمع المهنيين، وقالت إنه يتعارض مع الضوابط الصحية الموضوع من قبل اللجنة العليا للضوابط الصحية، وقالت إن هذا يهدد المتظاهرين بانتقال جائحة كورونا وغيرهم. هذه واحدة. الثانية أن التصعيد إذا لم يكن مرتبا له بالطريقة الصحية فإنه مرفوض، وهذا يرفضه كل صاحب وجدان سليم وعقلي ومميز، لكن هذا لا يعني أن نسكت على المجزرة أو أن نسكت على ذكراها. كان ينبغي أن يكون هناك تنظيم محكم بحيث لا يقود الاحتفاء بالذكرى لفقدان آخرين من خلال جائحة كورونا. أعتقد أن تجمع المهنيين لم يكن موفقا، وهو يدعو إلى مظاهرات دون أن يضع الضوابط الرصينة الصحية وخلافه. لكن هناك من يعتقد بأن التظاهر مطلوب وحق، والتذكار وتذكر المجزرة مطلوب وحق، لكن لا بد أن نراعي الاشتراطات الصحية. لا أستاذ، يعني أستاذ يوسف، إذا كنت تسمعني، هناك من يعتقد بأن المتظاهرين والثوار وهكذا هم خارجون أصلا من أجل يعني إحياء ذكرى مجزرة اعتصام القيادة العامة، نسبة لأن ما دار بداخل المجزرة لمس عاطفتهم ووجدانهم، لكن لم يخرجوا امتثالا لرغبة تجمع المهنيين. هل تتفق؟ هو سواء كان الخروج بناء على دعوات تجمع المهنيين أو من تلقاء أنفسهم، لابد أن يكون الخروج مراعيا للظروف الصحية والضوابط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ولابد أن يكون ممتثلا لهذه الشروط، لأن حفظ النفس مقدما على أي شيء آخر. أعتقد أن المطالبة بحق القصاص للشهداء والملاحقة المعتدين والجناة في هذه المجزرة البشعة لن ينساه السودان أو يحتاج إلى تذكار. المطلوب أن نتظاهر من أجل الشهداء، أن نصعد من أجل الشهداء، لكن وفقا للضوابط الصحية المعمول بها. السيناريو القادم ما الذي سيكون إذا ما استمرت الحكومة الانتقالية بالتأخر أكثر في مسألة اللجان المتفرعة، لجان المفقودين وبقية المفقودين الذي لم يتم يعني وجودهم حتى الآن، وحتى مع مساعدة الكثير من المنظمات التي تعمل في الجانب الإنساني، وكذلك لجنة نبيل أديب هذه؟ والرئيس اللجنة نبيل أديب يتحدث عن أن العمل داخل اللجنة توقف كما توقفت كل الأعمال في الدولة السودانية. يتحدث عن أنه قادر على إصدار التقرير النهائي عقب انتهاء الجائحة وعقب عودة الحياة الطبيعية، لكن المؤكد أن محتوى التقرير لن يأتي وفقا لاجتهادات الشارع السوداني، ولن يأتي وفقا لتمنيات القاعدة الحية التي قادت ونظمت الحراك الذي أطاح بنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وبالتالي أعتقد أن المواجهة مواجهة بين لجنة أديب وبين الشارع وبين الحكومة الانتقالية وبين الشارع، إذا لم تأتي النتائج والحصائل النهائية والخاتمة على نحو ما يتمناه ويشتهيه الشارع السوداني. شكرا جزيلا أستاذ يوسف الجلال المحلل السياسي والصحفي. شكرا. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في هذه المساحة، مساحة عام على مجزرة القيادة العامة عبر قناة سودانية 24. وفي المساحة القادمة معنا على خط الهاتف أستاذ عمار عوض المحلل السياسي. مرحبا أستاذ عمار.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، كيف أحوالك؟ والله العظيم طبعا الليلة يوم سيء لكن الحمد لله. الحمد لله. أستاذ عمار، ما رأيك في خروج الشارع اليوم؟ إذا سمحت ورفعت صوتك قليلا حتى نستطيع أن نسمعك. طبعاً الواحد في الأول بيترحم على الأرواح بتاعين الشهداء اللي ارتغت أرواحهم وليس سقطت في مجزرة فضل الاحتسام في القيادة العامة شهيد عباس فرح شهيد كشة. لكن الشباب اليوم، أنا كنت في جولة في حياة أم درمان، هؤلاء الشباب من اللي كانوا في ميدان الاحتصام الذين صنعوا الثورة، التينيجر ديل الشباب يعني هم ما بتقدر إنه رغم الكورونا والمحاذير الصحية اللي موجودة وكذا ما بتقدر تلومهم زي ما بقولوا بالسوداني إنهم هم يعني طلعوا اليوم. أنا تحدثت مع عدد منهم في كم تجمع، هم صحيح إنه مثلا كان موجود النقاط البيضاء اللي وضحتها تحت التباعد الاجتماعي للسلاسل البشرية اللي وضعتها لجان المقاومة وتجمع المحليين وهكذا، لكن طبعا ما تم الالتزام بها، إنه الناس كانوا بيكونوا موجودين وبيغلقوا الطرقات وبيشعلوا الإطارات وبيهتفوا بأرواح الشهداء وبأرواح الثورة السودانية وبأهدافها وبالقيم بتاعتها. لكن يعني صحيا طبعا أنت بتقدر ما بتقدر تقول إنه مثلا هذا الأمر صحيح، لكن بيكون متهم يعني أنا كمراقب بكون متهم إنه لأنه أنا شخصيا ذاتي بكون حزين وكذا، يعني لما نتذكر المشهد ولما نتذكر الحاجة اللي حصلت، فبالتالي إنه اللي بيكون الأهم ليس إنه هم يلتزموا بالإجراءات الصحية ولا ما يلتزموا بالإجراءات الصحية، اللي بيكون أهم إنه نحن نسأل نفسنا سؤال إنه يعني ليه نحن لحد الآن أو إلى الآن ما قادرين نصل للحقيقة، ما قادرين نصل يوسف. يعني أستاذ يوسف قبل قليل، يوسف الجلال هو محلل سياسي وصحفي، كان لديه رأي في مسألة أن تأخر لجنة أبي أديب في التحقيقات يثبت فشلها، وهذا هو ليس فشل لنبيل أديب فحسب بل هو فشل لجل الحكومة الانتقالية، هل تتفق معه؟ لا طبعا دي مبالغة، دي مبالغة فايت الحد، يعني فشل نبيل ينسحب عليه وفشل لجنة التحقيق وينسحب عليه وفشل الحكومة الانتقالية، احتمالات العالم يكون فشل عديل كده، عشان انه ما طبعا هذا مبالغات ثانية، لكن انا اللي يكون واضح واشرح لك في وجهة نظر بتتكلم على انه طبعا التحقيقات الكبيرة من النوع دي كويس ما هي يعني اللجنة أسهل مما تم تشكيلها مثلا يعني مقبلة زي 5 شهور كويس، هي حتنتهي في الشهر الجاي ده في اللي احنا دخلنا فيه والآن شهر يونيو. أول حاجة تحقيق كبير جدا، انت يعني عدد الشهود اللي فيه كويس والمعلومات اللي انت بتبحث فيها، طبعا بالنسبه للشباب اللي لسه موجودين هم بيتكلموا بيقولوا انه المجرم ده ما ظاهر ده منو كويس، انه العمل العمليه دي والزول الفضل الاعتصام لانه كان في شواهد نتيجه للعربات ونتيجه للناس الراكبين العربات دي وكده، لكن انت كلجنه بتاع التحقيق يعتد بها ما ممكن تكون مثلا بنفس الفهم بتاعي وبتاعك وبتاع يوسف الجلال وبتاع الشباب دي، يعني انك انت طوالي بس تجي تعمل تحقيق مكلفه وتجي تقول انه الفضل الاعتصام فلان الفلاني، لانه في منظمات دوليه في ناس قانونيين لازم تعمل زي ما بيقولوا اهل القانون تبني القضيه بتاعتك بحيث انه زي ما بيقولوا المصريين ما تخرش الميه، يعني تكون قضيه طيب استاذ يعني انك انت عندك ميدانيا يعني ما الذي يتوجب على 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 الثوار الشباب الذين هم في الشارع الان؟ ما سمعت سؤالك هنا؟ يعني كنت تتحدث على ان هؤلاء الشباب عليهم ان يتفهموا ذلك، اذا لم يخني فهم ما كنت تتحدث عنه، ما الذي يتوجب على الشباب يتبعون اساليب الضغط الميداني وما الى ذلك؟ نعم. هذا ما كنت ساقوله، يستمر الشباب السوداني الضغط على
على الحكومة الانتقالية، على مجلس السيادة، على لجنة التحقيق نفسها إنها تقوم بالإجراءات بتاعتها وسط تدابير جديدة للاستماع للشهود ولفحص البينات. هذه اللجنة هي ليست فض اعتصام القيادة العامة، هذه اللجنة اسمها لجنة فض اعتصام العامة والاعتصامات في الولايات. كان هنالك أكثر من 6 أو 7 اعتصامات تم فضها في نفس اليوم في بورسودان وفي الجنينة وفي نيالة وفي غيرها. فبالتالي إنه اللجنة الآن على حسب ما يعني علمنا منهم في تقرير أنا شغال عليه، إنه هم بيتكلموا على إنه محاذير الكورونا اللي دخلت على السودان خلت إنه العمل بتاعهم مفروض كان في الولايات، والعمل للاستماع لشهود ولفحص البينات أخر العملية دي، لأنه الآن البلاد داخلة في الإغلاق الكامل. نحن كالسواح أو نحن نضغط على اللجنة إنها تتبع أساليب جديدة والحكومة توفر لها أشياء جديدة لأنها تغير مسار التحقيق نسبة لجائحة الكورونا بحيث أن الشهداء أكثر، لكن هذا لا يمنع لأنه نحن نقول أنه يجب أنه التحقيق، لأنه التحقيق حيحدد مجرمين حيتم تحويلهم للمحكمة. فأنت ممكن من السهل تحدد المجرمين ونتحول للمحكمة وتجي القضية تسقط قدام المحكمة يعني بمحامي درجة أولى يقول إنه البيانات دي ما كافية لإدانة هؤلاء الأشخاص، والقاضي يقول يعني تشطب القضية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم كفاية البيانات. تعتقد يا أستاذ عمار عذرا على المقاطعة أن تأخر الفترة فترة التحقيقات نتيجة للتهديدات التي دائما ما يتلقاها نبيل أديب ولجنته مثلا، هل هو خائف؟ لا أعتقد أن الأستاذ نبيل أديب، فأنا أعرفه شخصيا، هو شخص دافع عن حقوق الإنسان في زمن صعب جدا جدا. نحن في الصحافة كنا بنعرفه جدا، كنا بنتصل به وكان بيتولى القضايا بتاعة الصحفيين اللي كان في ظل النظام القديم، إغلاق صحيفة التيار، عاصي الشهر كانوا بيتم قتلهم، هو كان بيدافع على الناس. أعتقد أنه لا تنقص الشجاعة، لكن الشجاعة يجب أن تكون بجهة الموجودين في المؤسسة العسكرية والموجودين في قوات الدعم السريع في أنهم يعني يتوجهوا للجنة وللشعب السوداني ويعترفوا بأنهم هم اللي ارتكبوا الجريمة، وأنهم يساعدوا في توضيح الحقائق، وأنهم يساعدوا في فتح أبواب والمعلومات الموجودة في أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأحضر وكاميرات التصوير حول القيادة العامة وغيرها. هؤلاء هم المطالبين بأنهم يكونوا شجعان وليس الأستاذ نبيل أديب، لا تنقصوا الشجاعة. هؤلاء يتعاملوا كذلك بشفافية. ها؟ يعني ما هو يعني القدر الذي يمكن أن يعطيه السودانيين لهذه اللجنة في مسألة الكشف عن التحقيقات؟ هل لا يمكنك أن تعطينا سقف زمني؟ اللجنة هي طبعا مفروض أنه على حسب التقديرات أنه في نهاية شهر يونيو تكمل الفترة بتاعت التمديد بتاعتها، وهي أصلا بنص الوثيقة اللي تم تشكيلها إن هي فترة عملها 3 شهور تجدد لثلاثة شهور أخرى غير قابلة للتمديد. اصلا اللجنه حتنتهي في شهر يونيو الجاي بحكم الوثيقه، ما لم انه يتم انه تمديد لها من قبل مجلس الوزراء او تمديد لها من اي جهه، لكن هي فترتها تنتهي في شهر يونيو، ومفروض انها هي تكون قدمت التحقيق البينات ووجهت الاتهامات لاشخاص بعينه. لكن هل السؤال انه حيكون فعلا انه الذين سيتم تحديد اسمائهم هل ذلك سيكون مرضي للشارع السوداني؟ هل ذلك سيكون مستوفي لمعايير العداله امام القضاء وان تكون قضيه محكمه ويتم الحكم على الذين سيوجه لهم الاتهامات، ام انها ستكون قضيه ضعيفه ارضت عواطفنا كشعب سوداني لكن لن تصمت امام القضاء؟ ذلك هي شكرا يعني جزيلا موازنه محتاجة لنوع من الحكمة بحيث أنه تكون القضية محكمة وموجه فيها الاتهام للأشخاص الصحيحين كويس، وأن يراعى برضو فيها العامل الزمني وتطلعنا نحن لأنه
اللجنه يعني تحدد لنا المجرمين وانها ما يتطاول الامد بتاعها. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا استاذ عمار عوض المحلل السياسي، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم في مساحه عام على مجزره القياده العامه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ما زلنا نتواصل معكم في هذه المساحة، مساحة القادمة دعونا نشاهد هذا الفيديو من إنتاجنا ومن ثم نواصل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا راية منسوجة من شموخ النساء وكبرياء الرجال، فدا لعينيك الدماء التي خطت على الأرض سطور النضال، داست على جلادها وهي في سجونه واستشهدت في جلال. كان الثالث من يونيو 2019 يوما من أيام التوحش في التاريخ، مثلما كان يوما للبطولة والفداء. في ذلك اليوم سادت نزعة الشر وانطلقت شهوة العنف الغادر لتحصد في مكان واحد العشرات من أطهر شباب السودان وأشدهم برًا بشعبهم. لم يكن لهم ذنب سوى أنهم تجاسروا وطالبوا بالحرية والسلام والعدالة. في ذلك اليوم ذهبت الشمس إلى مخبئها ووجهها محتقن بالدم. ما من حجر لم ينتحب وما من شجرة لم تشارك بحفيفها الحزين في وداع الشهداء. عصف الحزن بأسرهم ورفاقهم وكل ذي ضمير حي، منهم من نفد دمعه في غدته ومنهم من بكى وبكى حتى أحرق الحشا. هؤلاء الشهداء الشباب كان لهم حلم بحياة كريمة في وطن حر، وكان أمامهم المستقبل. والقتلة، القتلة الذين سفكوا تلك الدماء الطاهرة يعلمون أن الأمهات والآباء الذين هدهدوا مهود أبنائهم الشهداء وهم أطفال، وسهروا لمرضهم وفرحوا لنجاتهم من الحصبة ومن نوائب الدهر، وتعهدوهم بالرعاية ودبروا لهم مصاريف الدراسة وأحسنوا تربيتهم، لم يدخروهم لرصاص غادر، وإنما كانوا يرجون لهم أن يزرعوا ويحصدوا ويبنوا ويحبوا ويتذوقوا هناءة الزفاف. كانوا يدخرونهم لمستقبل أخضر عامر بالعطاء لوطنهم ولشعبهم. إن الموتى ليسوا هم هاتيك الموتى، فالموت عندما يكون دفاعا عن الوطن والحرية يتحول إلى حياة مترعة بالنبل والجمال. سيظل الشهداء باقون في ذاكرة شعبهم كالوشم، وتبقى بطولاتهم سرديات وطنية ملهمة يحكيها النشيد الحر والأغنية الثورية والجدارية المعبرة وكتاب التاريخ الذي لم يؤلفه شهود الزور. شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار، هذا هتاف لم يجاف الحقيقة. فالشهداء أحياء بيننا بسيرتهم البطولية وبمعناهم الفدائي، كأنهم من قبورهم يواصلون السهر لحراسة الثورة. هم الآن في أحشاء الأرض أقرب إلى كونهم في ميدان الاعتصام، يتناوبون حراسة المتاريس ويهتفون للوطن ويستعدون لوجبة متقشفة من حبات الفول عليها بعض قطرات زيت تطفو على كثير من الدمع والدم. المجازر لا تسقط بالتقادم ولا يواريها غبار النسيان. الكشف
عن المتورطين في مجزرة فض الاعتصام ومحاسبتهم مطلب وطني عدالي ووفائي وأخلاقي. التقدير والتكريم والتضامن المعنوي والمادي مع أسر الشهداء واجب وطني. الوفاء للشهداء ولدمائهم يتطلب من الجميع أن يقفوا وقفة صادقة وشجاعة لمراجعة المسار وللتصحيح ولاستعادة وهج الثورة وتمتين وحدة قواها وتوجيه البوصلة نحو تحقيق الأهداف التي مهرها الشهداء بدمائهم. المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والضمير الوطني مع المفقودين. المجد للثوار وللهتاف النبيل حرية سلام عدالة الثورة خيار الشعب. المجد للمتاريس والمجد للساتك ولكل من أشعل اللساتك نارا واشتعل. عاش السودان وطنا حرا أبيا يسع جميع أهله بلا تمييز ولا تهميش ويحفهم جميعا بشروط الحياة الكريمة. أحمد كتب قصة نقراها للأجيال، قصة وطن شاري معروف وطن صور محزوم رسم خارطة. مرحبا مشاهدينا من جديد، ما زلنا نتواصل معكم في ذكرى إحياء مجزرة القيادة العامة. هذا الفيديو قبل قليل ليس من إنتاج سوداني 24 وإنما للباشمهندس عمر الدقيل رئيس حزب المؤتمر السوداني، وتحدث فيه عن ذكرى إحياء مجزرة اعتصام القيادة العامة. مشاهدينا ما زلنا نتواصل معكم في مساحة كثيرة جدا، ومعنا عبر الهاتف اليسع محمد أحمد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني من ولاية نهر النيل. مرحبا. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بسوداني 24، أرحب بكم كثير، الله يسلمك. أهلا بك وسهلا. ما الذي يدور اليوم في ولاية نهر النيل؟ هناك الثوار يحتفلون بذكرى إحياء مجزرة اعتصام القيادة العامة انتهاء بما ذكره الباشمهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في التسجيل السابق. نفتكر انه حق الشهداء لن يضغط بالتقادم، وهو حق قصير جدا لابد انه يتحقق على ارض الواقع. من هذا المنطلق ثوار مدينه عربره كالعهد بهم دائما هم كانوا حضورا اليوم في ذكرى شهداء فض الاعتصام، وكانوا متضامنين جدا وكانوا حضور تهي في إطار تحقيق العدالة اتجاه هذا الملف. نفتكر أنه هو ملف لا بد أنه الناس يقولوا فيه قول حقيقي، ولا بد أنه العدالة تأخذ مجراها، ولا بد أنه كل الغتلة الذين تسببوا في المجازر التي حدثت في فض الاحتفام وفي كل المجازر اللي عندها علاقة ب عهد الإنغاز السابق من 89 حتى صعوده. في هذا الإطار كان مواطنين مدينة عبرة كالعهد بهم حضورا في الشارع تضامنا مع هذه الذكرى، مطالبين ورافعين شعار إنه لابد حق الشهداء إنه يرجع، وإنه الشهداء حقهم السليب في 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 العدالة المجروحة. نفتكر حتى هذه اللحظة والتباطؤ الحاصل في مجرى العداله لا بد انه الخطه يحصل فيه تغيير، وتغيير حقيقي جدا. ونحن على الواحد سائرون على عهد الشهداء الذين لولاهم لما كان هذا الانجاز والانجاز العظيم الذي حققه الشعب السوداني في مسيرته وادى الى صعود هذه الطومه، ونحن على الواحد سائرون ان شاء الله. علمنا استاذ اليسع ان هناك بعض الجهات في الجهات التنظيمية التي تنظم مسألة الخروج والتظاهر كذلك والتصعيد الثوري أنها لديها رأي في مسألة الخروج من أساسه.
اي نعم، اللي يحكي لنا يوم الليله بالتحديد هو كان يوم خاص بلجان الغاومة في مدينه عبره. هم كانوا حريصين جدا على انه يعبروا عن رايهم واحساسهم اتجاه الشهداء، لكن رغما عن ذلك كانوا حريصين جدا انه يكونوا في نهي عن مثل الجائحه اللي بتفتح البلد بتاعت الكورونا وكذا، وكانوا كل المطلوبات اتجاه التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات واستعمال المطهرات. رغم عن ذلك كان ما عندهم خيار غير انه هم يكونوا في الشارع ويوصلوا صوتهم للجهات العدليه والصفه التنفيذيه في الدوله، بحيث انه الملف ده هم بيشعروا بانه فيه تباطؤ جدا ولا بد انه هو يحصل فيه تسريع ويحصل فيه خطوه الى الامام. الوقفه ذاتها ما كانت طويله، لكن رغم عن ذلك ادت غرضها، وبشكل او باخر صوت الناس وصل، ونتمنى انه من الجهات المسؤوله انها تستجيب لنداء الحق ونداء الواجب، انه كل الشهداء لابد انه ياخذوا حقوقهم، ولابد انه كل المتسببين فيما حصل من مجازر واحزان للشعب السوداني في انهم يتقدموا الى محاكم عادله ويختصوا منهم. وبفتكر انه مطلب اساسي لابد انه يتحقق، ولابد انه السلطات المسؤوله تكون حضور في المساله دي وعندها دور سريع جدا. ونفتكر انه المساله دي بشكل او باخر ممكن تؤدي لترتيب الحاجات بشكل كويس والثوره تحقق اغراضها والمطلوب منها ان شاء الله. استاذ اليسع، يعني في مدينه عدبرة تحديدا لا يستطيع اي سوداني ان ينسى الجميل الذي فعلته هذه المدينه للسودان. فقد أسندت قطار في وقت سابق لاعتصام القيادة العامة، وإذا كنت تذكر أنه غير مجريات التفاوض وقتها وقطار ثاني، ومن ثم قامت الخرطوم برد الجميل. ما هي الخطوة القادمة الميدانية؟ هل تتفق المكونات السياسية وكذلك الميدانية على خطى أخرى عما قريب؟ بالتأكيد، يعني كل القوى السياسية في مدينة عدبرة وعلى مستوى ولاية نهر النيل هي متوافقة جدا بأنها هي تحقق كل أهداف الثورة، وفي سعي حثيث تجاه المسألة دي. زي ما أنت عارف وكل المشاهدين بالنسبة لهم المعلومة دي واضحة، أنه الآن اللي بيتأخر المد الثوري لمدينة عدبرة اللي تعارف عليه وعلى مستوى تاريخها وتاريخها القديم جدا اللي هو جائحة الكورونا. مدينة عدبرة غادمة بشكل أو بآخر وهي في خط الثورة ومصرة جدا على تحقيق كل مطلوبات الثورة وكل شعاراتها، ولن يرتاح لها جفت ولن ينام لها جفت حتى تتحقق كل مطلوبات الثورة ويتحقق شعار حرية سلام وعدالة، ويبقى واقع الناس تعيشوا على أرض الواقع، ويتحقق السودان اللي بنحلم به كلنا على مستوى المدينة وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الولاية وعلى مستوى كل السودان. الغطر هو ثقافة عبراوية بحتة، موجود متى ما يحتاج له السودان في كل تفاصيله في كل محكاته التاريخية حيكون حضور، وحضور باهي جدا، ولن نستريح أبدا هنا على مستوى المدينة بكل تاريخ الزاخر، تاريخ النضالي وتاريخ الومالي وتاريخ النغابي، إلا يتحقق السودان الذي ننشد، السودان الذي يسع كل السودانيين بكل سحناتهم وبكل قبائلهم وبكل مشاربهم. ونحن ان شاء الله على العهد سائرون، ونتمنى يعني انه المدينه تظل في واجهها النضالي المتعارف عليه حتى نحقق شعارات كل الثوره. شكرا. وحتى نحقق شعارات الذين يستشهدوا من اجل الثوره، ونبني وطن نحلم به كلنا، ووطن ينباهي به على كل الأصعدة، وإن شاء الله نفتكر أن الحاجة دي غريبة وفي المنظور إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ اليسع محمد أحمد الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني بولاية نهر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا يا عزيزي، كتر خيرك، الله يسلمك. المساحة القادمة هي تقرير، دعونا نشاهده ومن ثم نواصل معكم مساحة عام على مجزرة القيادة العامة. بلاد كلما ابتسمت حط الذباب على شفتيها، هذا هو العنوان لأسوأ ليلة في عمر ثورة ديسمبر المجيدة،
فجر 29 من رمضان الموافق 3 يونيو للعام 2019، عندما سقط مئات الشهداء والجرحى وفقد العشرات في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. وبينما كان المعتصمون يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر في ساحة الاعتصام، ومع ساعات الفجر الأولى عشرات السيارات المدججة بالسلاح تقتحم الساحة والناس نيام، وحدث ما حدث. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة. القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت، وحدث ما حدث. الحاجة دي كانت صدمة كبيرة شديد لنا نحن، يعني نحن ما كنا متوقعين إن الاعتصام ده هيتفضى بالطريقة دي. كنا خاتينه في بالنا وقاعدين نفكر فيه إنه يعني دي حجمة زي الحجمات اللي قاعدة تحصل لنا في الاعتصام زي كل مرة، وتاني بنرجع يعني أنا شخصيا لحد ما نحن طلعنا لحد حصلنا المنطقة بتاعت شارع تقاطع أوماك مع 61، أنا كنت مفتكر إنه يعني دي بس عملية بتاعت هجوم من اتجاه، ونحن تاني هنرجع يعني نمشي في اتجاه تاني. قبل 24 ساعة فقط من الجريمة كان طرف التفاوض قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يضعان اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي ينهي حالة الشد والجذب بين الطرفين، وكانت هناك لجنة مشتركة تعكف على الصياغة النهائية للاتفاق. صدقني كنا نعكف على الاتفاق النهائي وكنا على وشك إعلانه في يوم 29 من رمضان، هكذا صرح لقناة السودانية 24 مصدر رفيع من وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير، فضل عدم ذكر اسمه مؤكدا أن ما حدث كان مفاجأة لم يتوقعها أكثر المتشائمين. المجلس العسكري الذي كان يسيطر على زمام الأمور في ذلك الوقت شكل لجنة من النيابة العامة للتحقيق في فض الاعتصام، وخرجت في نهاية يوليو بتقرير اتهم فيه 9 ضباط بقيادة ضابط برتبة اللواء من الدعم السريع بالتورط في عملية فض الاعتصام، ووجهت لهم تهما تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، وما زالوا موقوفين على ذمة القضية. حقيقة المجزرة كانت يعني هزت وجدان الشعب السوداني في كل السودانيين في داخل وخارج، وهي كما قلت لك تعتبر من المجازر التي لن ينساها يعني وجدان الشعب السوداني، لأنها يعني تمت غدرا بواسطة قوات مسلحة، تسليح يعني لا يتناسب مع هؤلاء العزل. كانوا هؤلاء العزل شباب يافعين لا يحملون حتى العصي، وبقوات مسلحة يعني بأسلحة حسب التقارير التي وردت هنالك أسلحة متوسطة أسلحة ثقيلة بدون مبرر أن تفيد مثل هذا الاعتصام. هنالك طبعا رواية أنهم أرادوا أن يفضوا ما سمي بكولومبيا، وهذه يعني استهزاء بالشعب السوداني واستهزاء بوعي الشعب السوداني، لأنه حتى كولومبيا التي تحدثوا عنها ليس من واجب القوات المسلحة أن تفيد مثل هذه المناطق. برزت قضية فض الاعتصام مباشرة عقب تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس من العام 2019 بعد الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وكانت في صلب الوثيقة الدستورية التي نصت على تشكيل لجنة وطنية. مرحبا مشاهدينا. بالتأكيد فض الاعتصام القيادة هي أو هو حدث لا يمكن تجاوزه بالتأكيد. كان يتسنى لنا أن نجمع قدرا هائلا من المسؤولين في هذه اللحظة ونطرح عليهم أكثر من سؤال، سواء كان من التنفيذيين منهم أو من حاضنتهم السياسية، لأن هناك اتهام للحرية والتغيير بعلمها بسيناريو فض الاعتصام، وكذلك قبل فض الاعتصام كانت هناك محاولات إذا كنتم تذكرون في 8 و9 من رمضان الاجتماعات التي تحدثت عن مشكلة منطقة كولومبيا وما بجاورها ومسألة تمديد محيط الاعتصام إلى ماذا خلصت. كثير من التساؤلات سنحاول أن ننبش بداخلها. العبرة دائما ليست بالخواتيم وحسب،
وقد تكون النهايات في بعض الأحيان ليست سعيدة، فما زلنا نتلمس الخطى نحو مدينتنا الفاضلة بل سوداننا الفاضل. لا تنسوا من قدم دمه من أجل رفع أجوركم وبطاقة ضمانكم الاجتماعي التي ستصدر، وتمتعكم بالحديث بلا قيود عندما تكون متكئا على الأطلال، وتغريداتك المتتالية بتويتر وصور السيلفي بفيسبوك. بل لا تنسوا ما أقعدكم ومن أقعدكم على كراسي الوزارات وعلى الطرقات، وادعوا لهم بالرحمة والمغفرة واسندوا أهاليهم بالإيجابية، فليس هناك أحر من فقد السند. عميق مودتي تقبل تحيات مصطفى الزواوي. دعونا نستمع لأغنية المتاريس، والسلام عليكم ورحمة الله. المتاريس جمرتان والتالت جنة خطوتان.